السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما لا يخفى عليك هو المذاق اللذيذ الذي يمتاز به التين الشوكي، ولكن ما قد يلفت انتباهك أكثر هي قيمته الغذائية العالية، إذ بغناه على مستوى الألياف فهو يدعم وظائف جهاز الهضم، في حين بتوفره على كميات مهمة من الفيتامين فهو يقي الجسم من الالتهابات. وأخيراً ما يهم السكري، فإنه رغم مؤشره وحمله الجلايسيميان المنخفضان، إلا أن أخطاء شائعة أثناء تناوله تسبب ارتفاع سكر الدم بشكل حاد. ودون إطالة عزيزي المشاهد، إليك أبرزها وأكثرها تأثيراً. الخطأ الأول: الكمية المرتفعة. لعل أول خطأ شائع بين المعانين من السكري هو الإفراط في استهلاك الفاكهة، إذ بالرغم من مذاقها اللذيذ فلا يجب تجاوز حبتين متوسطتي الحجم خلال حصة واحدة في اليوم. الخطأ الثاني: تناول الفاكهة على الريق. على الرغم من جودة امتصاص العناصر الغذائية التي يحتوي عليها التين الشوكي حال تناوله على معدة فارغة، إلا أن سرعة تفكيك السكر الموجود فيه أيضاً من شأنه رفع جليكوز الدم بشكل حاد، لذلك يفضل إرفاق الفاكهة بمصدر للبروتين أو الدهنيات الصحية كالمكسرات أو الزبادي اليوناني. الخطأ الثالث: شرب الماء مع الفاكهة. يعد الحرص على إبقاء الجسم رطباً جل فترات اليوم أمراً محبذاً بشدة، ولكن عند المعاناة بالسكري فإن شرب الماء رفقة الفاكهة يؤدي لتخفيف أحماض المعدة، مما يبطئ عمليات الهضم ويسبب الانتفاخ، لذلك شربه قبل أو بعد نصف ساعة من تناول التين الشوكي من شأنه ضمان هضم سليم للأخير. الخطأ الرابع: تناول الفاكهة ليلاً. على الرغم من كون التين الشوكي خياراً صحياً أكثر من معظم الوجبات الخفيفة، إلا أن تناوله مباشرة قبل النوم يؤدي لارتفاع جليكوز الدم ويسبب اضطرابات في الأخير، لذلك استهلاكه أثناء وجبة الغذاء يعد أنجع خيار لمرضى الداء. وختاما لحلقتنا، نرجو أن نكون قد فدناك عزيزي المشاهد بهذه الأخطاء الشائعة حول تناول التين الشوكي، وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.